هذه المسألة عند الفرضيين تسمى بالأكدرية، تسمى بالأكدرية. لماذا؟ لأنها كدرت، يعني غيرت. كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. ويجي الأخ هذا يقول والله أنا اليوم متكدر، يعني إيش؟ يعني متغير شوية، ماني صافي الذهن، مفهوم؟ ولذلك أخطأ في المسائل، الله المستعان. فقال أنا متكدر. هذه المسألة بالأكدرية، وقال لأنها كدرت يعني غيرت على زيد رضي الله عنها المذهب. وما هي المسألة؟ صورة المسألة زوج وأم لا جدة صاحب الثلث، وأخت شقيقة أو لأب وجد، زوج لا زوجة، أم لا جدة، وأخت شقيقة واحدة أو لأب وجد. المسألة من ستة، الزوج يأخذ النصف ثلاثة، الأم تأخذ الثلث اثنان، يبقى معنا واحد، صح؟ المفروض يأخذ الجد على ما قلنا. قالوا هنا لا، نعطي الأخت كم الباقي، نعطيها النصف كم ثلاثة، ثم تعول المسألة، ثم نقسم. المهم يعني إشكال كبير، ويعايى بها، يعايى أي يلغز بها، ويقال ماتت امرأة وارتركت أربعة من الورثة، الأول أخذ ثلث التركة، والثاني أخذ ثلث الباقي، والثالث أخذ ثلث باقي الباقي، والرابع أخذ الباقي. تمام، انتبه معي، المسألة من كم؟ 27,000 اعتبرها، ثلث 27 تسعة، تسعة للزوج، بقي من 27 كم إذا أخذنا التسعة؟ 18، ثلث 18 ستة، أخذته الأم، نقص ستة من 18 12، ثلثها أربعة والباقي ثمانية للجد والأربعة للأخت الشقيقة. هذا يعايى بها، ثلث المال، ثلث الباقي، ثلث باقي الباقي، والرابع الباقي، مفهوم؟ مرجوحة وانتهى الأمر. نعم، قال والأخت لا فرض مع الجد لها، والأخت لا فرض مع الأخت شقيقة أو الأب، لا فرض مع الجد لها. عندنا أخت شقيقة أو الأب وجد، فيما عدا مسألة كملها، يعني نكمل المسألة بمن؟ بالزوج والأم، مفهوم؟ نعم. فيما عدا مسألة كملها، كملها من؟ نعم، زوج وأم وهما تمامها، زوج وأم. إذن هذه المسألة، صورة المسألة زوج لا زوجة، أم لا جدة، أخت شقيقة أو لأب وجد. نعم. فاعلم فخير أمة علامها، نعم، تعرف يا صاحبي الأكدرية، تعرف يا صاحي أي يا صاحبي، هذا ترخيم. تعرف الترخيم؟ ها، ترخيم، يقول ابن مالك رحمه الله، يقول ترخيم أن احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة، مفهوم؟ ترخيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائش، مفهوم؟ يعني يناديه، هذا ترخيم. نعم، طيب، لا ما إشكال. المهم أنا أمشي. تعرف يا صاحي يا صاحبي بالأكدرية، لأنها كدرت وغيرت على زيد رضي الله عنه المذهب. نعم. وهي بأن تعرفها حري، حري بك أن تتعلم هذه المسائل. نعم. فيفرض النصف لها والسدس له، النصف لها والسدس له، تجمع تجد المسألة عالت، ثلاثة للزوج واثنين للأم وثلاثة للأخت وواحد للجد، تجدها وصلت إلى تسعة، ها؟ كيف شارت 11؟ ما تجي 11، ثلاثة ثلاثة الزوج واثنين الأم واحد الجد، كم هذه؟ ستة، وثلاثة للأخت. تغلطون يا أخواننا، من أول قلت تسعة تقولوا 10 11، مفهوم؟ تمام، عالت إلى تسعة من ستة وارتفعت إلى تسعة، ثم يعودان للمقاسمة،
تضرب التسعة في ثلاث صارت من 27. الزوج أخذ تسعة ثلث ثلث المال، والأم أخذت ستة ثلث الباقي، والأخت أخذت ثلث باقي الباقي، والجد أربعة، والجد أخذ ثمانية الباقي. نعم. فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض مجملة. عول، هذا يسمى عول، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم. ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فحفظه واشكر ناظما. يقول لا تفهم، تحفظ بس. مثل الأكدرية، الأكدرية والمشركة والعمرية، العمريتان، هذه تحفظ، مفهوم؟ نعم. واشكر ناظمة، واشكر ناظمة أخي. نعم، جزاه الله خيرا. نعم.